العراقي والمواطن في كل زمان ومكان نجد قصة لا تخلو من الحزن والعبر. اليوم وفي دار المسنين تعالت أوتار الحزن باختلاف الشخصيات والروايات، فمنهم من تكلم ومنهم من رفض. جيت 2013 22/7، وطبعا برغبة قوية شدتني إلى أن أكون في بين يعني في دار المسنين، خاصة عرفت أنه هاي الدار هي نموذجية، يعني الحمد لله والشكر. ويعني بعد تأسيسها أو افتتاحها، يعني لأن هي بالحقيقة متأسسة من قبل لكنه كانت متروكة، فافتتاحها كان يوم 15/3/2013. فبعد ما طبعا كان أعلنوا عنها بالصحف، فجيت بمحض إرادتي، رغم أنه أكثر أهلي يعني وأقاربنا وأصدقائي كلهم رفضوا هذه الفكرة. قلت لهم هو حياتي ودعوني أعيش، لأنه أريد أتواصل اجتماعيا. وبالفعل الحمد لله والشكر حضرت إلى هذه الدار ولقيت العناية التامة. يعني حتى بيتنا مثلا إذا أردت أروح للطبيب أنتظر واحد يأخذ إجازة وهذه حتى يوديني على طبيب، بينما إحنا هسه مستوصف عندنا. يعني خلال 3 أعوام هذه الدار واكبت دور مسنين العالم. أنا طبعا ذاهبة إلى أوروبا وشفت دور مسنين يعني مو أحسن من عندنا. أنا طبعا ليس ما عندي، ما صار عندنا أولاد، الله سبحانه وتعالى ما قسم، بس صاروا عندنا هواية أولاد، هو أنتو وكل العراقيين وهذه، واعتزازنا بالعراق. وطبعا الفرحات تتوالى علينا بالانتصارات الأخيرة. يعني إيه قلت لك ما ضل عندي، أموالي كلها راحت، بيتي راح، وين أروح؟ وين أروح بعد؟ يعني صار علي نصب واحتيال، و يعني جابوهم وعلى اساس يرجعوا لنا كل شيء، وجاهم اعدام اصلا، بس مو جوي الامريكان يقولون ما ظلت لا ورقه ولا كل شيء ولا ما. شو ما اشتاق لها، شو ما اشتاق لها بنتي، شو ما اشتاق لها، مو ما ابشي عليها واشتاق لها، ولا لحظة ما تروح من على فكري وعلى بالي وعلى كل شيء، بس نتخابر بالتليفون وهاي هي. شلون يعني ما شو ما اشتاق لها؟ تخابرني ما خابر، هاي جهالها يحجون وياي. نعم. اي أما المواطن محمود طعمة والذي يبلغ من العمر 75 سنة، فقد عائلته في حادث جسر الأئمة، ليس له من أقاربه أحد داخل العراق، فمضى عليه 15 سنة في دار المسنين. بقيت عائلتي عائلة السنين، بابا موسى من جعفر. نعم. وجت لنا صار لك 15 سنة.
مرتاح والحمد لله. ما عندي كل عائلة، ما عندي كلهم بالخارج. عمري 75. أنا حالتي أرجو من قناتكم أن تسعاني، أنا محتاج عملية. أرجو من رئيس مجلس الإدارة قناتكم أن تسعيني بالعملية، لأن عندي ورم بالمثانة. ما تسوي العملية؟ لأن أنا أساس عمليتي منتج في عدنان ومنتج في بغداد. قاموا يجيبون جرحى من الموصل سدوه مستشفى عدنان والمدينة. والله هواي اشتغلت قطاع خاص، او عمالة اشتغلت. نعم. بالزمان 400 فلس يومية. وهاي عمالة وبعدين خياطة، بس اخ واحد عندي. والله العراقية لا والله الصليب الاحمر طالب. نعم. شو الطالب؟ عندي انا 4 أشهر صالب بالربحة. 4 أشهر ما كاتبها 20 يوم، ليش؟ اراجعهم يقول لي ها هي هم كتبوها. يابا ما يصير. وهذا بالصليب الاحمر هناك رحت لهم يقولون نسوي احنا نغير التاريخ، قالوا لا لا ما يصير. هاي نعاني به. عمري راح اطب 71. العزوف عن مطالبة الحكومة العراقية بمد يد العون لهم ورعايتهم دليل على التقصير الواضح تجاه أبناء شعبها الذين فقدوا عوائلهم وقضوا حياتهم بالأعمال الحرة. لصلاح الدين الفضائي إبراهيم سالم، بغداد.